احيانا كنلقاو يعني في الاتيكيت او فن التواصل يعني يرشدون الى امور معينه، ونجد ان في السنه النبويه هذه الامور يعني تكون مختلفه. على سبيل المثال، وطبعا هذا السائل هو اعطاني هذا المثال اللي هو لعق الاصابع. ثبت في صحيح مسلم وفي غيره من كتب السنه بان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اكل احدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها. فهذا الحديث يدل على أنه من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعق الأصابع بعد الأكل. وأنا هنا أنبه إلى كلمة بعد الأكل، لأنه فرق بين أقول بعد الأكل وأثناء الأكل. بعض الناس يعني يلعقون أصابعهم أثناء الأكل، لا، بعد الأكل. والأصابع الثلاثة اللي وردت في النبي يعني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بعض الناس يستقذر هذا الأمر، يقول لك ليس من الأدب في التعامل مع الناس حينما تأكل معهم في مجلس، في طاولة، ليس من الأدب أن تلعق أصابعك أمامهم، لأن النفوس تستقذر هذه الأمور وتعيبها. إذن فإذا كانت النفس البشرية أو الطباع البشرية تستقذر هذه الأمور، فكيف يعني نوجه هذا الأمر اللي جاء من عند النبي صلى الله عليه وسلم، هو يأمرنا بأن نلعق الأصابع يعني بعد الأكل؟ أولا ينبغي أن نتنبه إلى أن المسلمين، أن فقهاء المسلمين العلماء قد أشاروا وقيدوا هذا الحديث. مثلا الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم يقول فإن لم يفعل فحتى يلعقها غيره، يعني أنه هو إذا ما لعقش يلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك، كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ويلتذون بذلك ولا يتقذرون. فهذا الكلام شنو كيعني؟ بأن الفقهاء هما راه نبهونا إلى أن لعق الأصابع ينبغي أن يكون إذا كان الإنسان يعني يتلذذ بذلك، أو الذي هو جالس معك يعني لا يجد عيبا ولا يستقذر هذا الأمر. وإلا إذا كنت تأكل مع زوجتك أو مع أبنائك أو مع يعني زملاء العمل، وأنت يعني تعرف بأنه من المشهور والشائع بأن لعق الأصابع هذا الأمر هو معيب، فمن الأفضل أن تتركه، بل الواجب عليك أن تتركه. هنا ممكن واحد يقول لي: يا ولكن السلف قهرة، هذا راه حديث نبوي، بمعنى راه النبي صلى الله عليه وسلم هو تيقول لك لا تمسح يدك حتى تلعقها أو تلعقها غيرك. تنقل له بلتي، يعني تعاملنا مع السنة النبوية علميا وفقهيا وأصوليا ينبغي أن يكون واضحا يعني المعالم. نعطي واحد المثال بعد ذلك أقرر هذه القاعدة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يكتحل، ومن السنة الاكتحال، واضح؟ طبعا هذه كلمة من السنة الاكتحال يعني ينبغي أن نوضح باللي فقهاء هم اختلفوا في الكحل، لا بالنسبة يعني للرجال ولا بالنسبة للنساء. هل الكحل في حد ذاته للرجال والنساء يعني هو من الزينة الظاهرة؟ واضح؟ هل هو من الزينة الظاهرة أو هو من الزينة التي يجب سترها؟ ما معنى هذا الكلام السلفقي؟ إذا قلنا طبعا بعض الفقهاء يرون بأن الاكتحال هو من الزينة الظاهرة، بمعنى أنه يجوز كشفها بالنسبة للمرأة، مثلا الإمام الطبري رحمه الله وهو من المنتصرين لهذا القول، يعني حينما يقول الله تعالى: وليبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، كيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: ما ظهر من زينة المرأة، أي الكحل والخاتم. واضح؟ إذن فهذا الأثر، وإن كان تكلم الفقهاء يعني أو المحدثون في سنده، فهؤلاء الفقهاء يرون بأن الكحل هو من الزينة الظاهرة للرجال والنساء، بمعنى أن المرأة يمكن أن تكتحل، بمعنى يعني طبعا حتى أمام الأجانب،
بمعنى أن الرجل كذلك يمكن أن يكتحل حتى بعض الأجانب. وذهب آخرون من الفقهاء إلى أن الكحلة من الزينة التي يجب سترها، لأنه مما تجمل به المرأة وجهها، وهذا هو يعني القول يعني كثير كذلك من المفسرين، منهم ابن عطية رضي الله عنه رحمه الله تعالى، الذي يعني يقول بأنه يظهر لي بحكم الألفاظ أن المرأة مأمورة ألا تبدي وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، منها يعني هذا الكحل. نعم، شاهدوا عندي في هذا التناول، يعني أنا فتحت هذا القوس يعني بعد قليل غادي نسدو باش نقول باللي أصل الكحل، هناك من يرى بأنه زينة يجب سترها سواء بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة، وهذا قول للإمام مالك مستمعين الكرام. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يكره الكحل للرجال. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان إذا اكتحل مكث في بيته ولا يخرج للصلاة، كيصلي في الدار. علاش؟ لأنه دير الكحل. وكان يرى أن الاكتحال بالنسبة للرجال مثله. إذن فشوف هاد العلماء كيفاش كيوجهوا النصوص ديال السنة. ها هو جاء أثر باللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، ومع ذلك أحبابي في الله نرى بأن الفقهاء يعني قيدوا هذا الاكتحال بالعرف، ووجهوه توجيها بحيث تصير أو أنهم نراهم يراعون النفوس. إذا كانت النفس ترى عيبا في هذا الأمر فينبغي أن نحترم يعني هذا الحكم ديال هاد النفس. الناس إذا كانوا مثلا الآن إحنا كنلقاو يعني بعض الناس كيكتحلوا، يعني الرجال كيكحلوا وتيخرجوا، ولكن واش حنايا في ثقافتنا مغاربة عندنا عيب أن الرجل يكحل عينيه ولا ما عندناش؟ فإذا كان من الأعراف ديال مثلا بعض المناطق في المغرب أن الرجل مخصوص يكحل عينيه ويخرج للشارع يتلقى مع الناس ويمشي للخدمة ويجلس مع أصحابه ومكحل عينيه، إذا كان هذا الأمر هذا عيب فما عندش الحق هذا الرجل أنه يقول لهم لا راه النبي صلى الله عليه وسلم كان يكحل عينيه، ما عندوش الحق أبدا، واضح ما عندوش الحق أنه يستند لهذا النص. فكذلك هنا لما تنقولوا احنا باللي يعني الاتيكيت او فن التواصل مع الناس، طبعا احنا علاش كنتكلموا على الاتيكيت؟ كنتكلموا على الاتيكيت لان هذا الامر هذا هو من الامور التي اهتم بها الاسلام اهتماما عظيما. راه النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث طوال 13 سنه والنبي صلى الله عليه وسلم علاش كيتكلم على فن التعامل بين الناس. أولى أولويات البرنامج الإصلاحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو فن التعامل بين الناس، أو ما يسمى بالأخلاق. طبعا الإسلام عنده فلسفته في الأخلاق، ولما كندخلوا هذه الفلسفة كنلقاوها يعني فلسفة كونية، والله أخلاق الإسلام أخلاق عالية جدا جدا، ولا ينبغي أن نحكم على الإسلام من خلال تصرفات المسلمين. وطبعا هذا موضوع مهم جدا، لأنه الذي يعني نراه الآن أن حتى الغرب حينما ينظر إلى الإسلام ينظر إليه من خلال المسلمين، وهذا ليس عيب الغرب مستمعين الكرام، بل هو عيب المسلمين، لأن المسلمين هم الذين حكموا على الإسلام من خلال تصرفاتهم. على سبيل المثال نجد أن الإمام الذهبي كتابه المعروف تاريخ الإسلام، شنو كنلقاو في هذا الكتاب؟ كنلقاو في أحداث المسلمين في سنة كذا وقع كذا، وفي سنة كذا وقع كذا، ووقع كذا وقع كذا، وهكذا إلى يعني إلى زمانه 1700 هجرية. إذن واش هذا تاريخ الإسلام ولا تاريخ المسلمين؟ هل هذا تاريخ الإسلام أو تاريخ المسلمين؟ يعني كيف يعني ينبغي إعادة قراءة هذا العنوان ديال هذا الكتاب اللي هو من أشهر كتب التاريخ يعني في الأمة الإسلامية. إذن خصنا نعرفوا باللي لما كنتكلموا على هذا العلم أو هذا الفن ديال الإتيكيت وفن التواصل التعامل بين الناس، ما كنتكلموش على شي حاجة اللي هي فقط مجرد طرف، اللي هي فقط عندها علاقة بهذوك الناس كيكونوا أغنياء وهم اللي خصهم يراعيوا هذا الإتيكيت، هم اللي كيهتموا به، وهذوك الناس اللي كيكونوا أرستقراطيين تيكونوا كينتميوا لواحد الطبقة اجتماعية معينة هم اللي كيخطبهم هاد الخطاب. لا أبدا، راه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان تيرسخ لهذا الفن هذا
كيرسخ ليه سواء كان الانسان فقيرا او كان غنيا. حتى ذلك الفقير خصو يهتم بهاد الامور ويعرف باللي هو راه ملتزم بها ولزمه، وانه لا يكمل دينه بل هذا اساس الدين. مستمعينا الكرام، الاسس التي بني عليها الاسلام الاخلاق. شنو هي هاد الاخلاق؟ كيفاش تتعامل مع الناس؟ التواضع شنو هو؟ راه فن التعامل. شنو يعني ان تحب الخير لاخيك؟ راه فن التعامل. ان تلقى اخاك بوجه طلق وبابتسامه، هذا راه فن التعامل. ان تجلس على واحد الهيئه معينه، ها كيفاش كان تجلس النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انت تجلس هذه الجلسه ما تفرق رجليك، ما تدير رجل على رجل، حينما يدخل شي واحد وانت جالس ان تقوم له، هادشي تعلمناه من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هذه اخلاق، وهذا هو فن التعامل. يعني ممكن احنا نالفوا المؤلفات، ممكن اننا احنا نصنعوا يعني ناس متخصصين في الاتيكيت اللي ممكن انها تضاهي الفكر الغربي. ما نتسناوش احنا دائما اننا نستقبلوا من عند الغرب. الغرب ايه هما اجتهدوا وخدموا، ولكن حنا راه عندنا واحد الماده خصبه اللي ممكن اننا نصنعوا منها العجائب. ولكن مع الاسف يعني نحتاج الى هذا العقل المفكر. احيانا تتساءل هل هذا العقل المفكر موجود؟ نعم موجود، ولكن مع الاسف هناك يعني كأن الناس ليست عندهم رغبه بان ينتجوا. الان لما نتحدث عن مؤسسات الترجمه، يعني الشركات او المطبعات اللي كترجم الكتب، يعني طبعا احنا عندنا مشكل في العالم الاسلامي، مشكله الترجمه. ما كنقراوش شنو كيكتبوا الناس اخرين، ما كنقراوش شنو كيتكتب في الهند، شنو كيتكتب في الصين، شنو كيتكتب في كوريا، شنو كيتكتب في تركيا، شنو كيتكتب في بريطانيا، شنو كيتكتب في فرنسا. مع ان يعني الدراسات تقول باللي 80% من الابحاث الاكاديميه العلميه مصاغه باللغه الانجليزيه، و20% فقط بجميع لغات العالم بما فيها اللغه العربيه واللغه يعني الصينيه والفرنسيه الى غيره. ف 80% باللغه الانجليزيه من البحث العلمي. اذا انا شنو خاصني؟ خاصني اللغه الانجليزيه. واش كيتترجموا الكتب؟ فانا حقيقه مثلا لما كندخل معرض من المعارض كنلقى ان هناك يعني مطبعات، يعني مؤسسات تعنى بالترجمه، ولكن اغلب كتب الترجمه هي كتب تجاريه مع الاسف. تجاريه، الكتاب اللي غادي يشريه اللي غادي يطبعوه او غادي يترجموه اللي ممكن انهم يصوروا منه شويه ديال الفلوس، والا فهناك يعني مع الاسف خصاص كبير. وهذا هو الذي جعلنا ربما لا نستفيد كثيرا من الغرب، وفي نفس الوقت لا نحرك عجله الانتاج من خلال الانطلاق من موروثنا الاسلامي.